فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الواجب على الوالدين في الجنين الميت في بطن أمه وعمره ما الواجب على الوالدين في الجنين الميت الذي في بطن أمه وعمره 4 أشهر أو 5 أشهر فما فوق من الصلاة عليه وتسميته والعقيقة، ما الواجب عليهما في ذلك؟ كل هذا يشرع أنه يجب أنه يغسل، يجب وجوب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن له أحكام الجنائز. وأما تسميته والعقيقة عنه هذه مستحبات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.